ليه ما مديني؟ ده غبي هذا. لا هذه هي فتحة اللي نمشي منها. اوكي. سكران. والله ليش؟ والله ليش؟ يا شباب جديد عن اوفر. هاي ليري خلك هنا. في جديد عن ادفنشر تايم. الحلقة اللي فاتت استكشفنا هذيك المنطقة اللي هناك، واللي قبلها ايوه واللي قبلها مملكة حلوة. اليوم يقع الاختيار على بيت مارسلين. محمد يا محمد، ايش ده؟ محمد ايش قاعد تسوي؟ ما تخليني اسوي بيب بسلام. ابعد بيب بيب لا تطالع دحين في منطقة غلط. ابعد ايش ترين بتسوي بيب هنا ورا البيت؟ خير الله مش على خير. اجي انجي جاب البي جاب بي انجي. ما خلصت كلامي. طيب بسم الله عليك، بسم الله عليك، بسم الله عليك. ما سويت له شيء. جينجي اصبح ابا لفتاة اخرى. الاسطبل هنا، الاسطبل هنا. جينجي يا ليل، هذا وين؟ جينجي جينجي مبارك مبارك. جوا مرة واحدة. وين؟ هاي 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 الصغيرة فاتحة فمها. مبارك الله، المفروض تقول الله يبارك فيك يا تبين لين فين. ايوه اوكي والله اوكي. ان اني واي حسين ايش هتسوي اليوم؟ حنستكشف كهف مارسيلي زي ما قلت قبل شوي. الله يهديك. صح افتكر. ايه زي ما كنت بقول كمان، انا كمان كنت اقول اني اعرف من قصر مارسيلي، مو اعرف بالضبط، لكن تعرف لما تجيك اغنيه البدايه حقت وقت المغامره فجاه كذا يجيك من بعيد كذا. ايوه يمكن المفروض يكون هنا. هو المفروض يكون هنا. تمر من قريه الميل، تمر من مملكه العلكه. خلاص قربنا. عشان اشوف قزاز كميتة. ايوه جنب بوابة نذر. هلو اما بوابة نذر كمان. لا هذه بالها حلقة خاصة كمان يا رجال. ايه تقول استكشاف استكشاف ايش بك يا ضيق؟ دور على اي حاجة ممكن تفيدنا. انا رايح استكشف المطبخ. وانت؟ استكشف الحمام. اوكي يا صندفية شوية تحسن. في عاد ما خلاني أكمل البيبي حقك. المطبخ له باب من هنا. واو حركات. ها إنها الحياة. الله أحمد. أعوذ بالله. إيش قاعد تسوي؟ إيش قاعد تسوي؟ حسام مين؟ أبصي عليك، أبصي عليك. مرسلين ملكة مصاص الدماء يا حرام. طب هذا الحين ثلاجة ولا إيش؟ بسم الله. ادخل يا غبي. بسم الله عليك، بسم الله عليك. ايش فيك؟ ما صرت نحتف بحنا يا رجال. ما في شيء فوق، خلنا نشوف. بيني وبينك دخلت الحمام ما عليها. ما في احد الحمام. شكرا. شكرا. تخيل كذا انت في الحمام فجأة واحد يدخل عليك ولا يقول والله حمام بفرش. طبعا فجأة بوف بفرش. لا جوجي هاي ارجع ورع تعال ورع ارجع. جوجي ترى جوجي شرد. ها جوجي 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 جوجي. تخيل انفلتوا عطوه شرد وطلع راح في الحمام. داي 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 داي. عظم الله أجرك صديقي، لقد كان حصانا جيدا. انجلا عظم الله أجرك حسين.
ومعلش يعني كانت افضل شيء او افضل حسانة بالحياه دي. معلش حسين الذي انت قتلته. ايوه يعني انه شو اسمه ده شو اسمه شعور المونستري فجاه اشتغل وقال لازم اقتلك عشان انت قتلت اللي جنجي. مو انا هو اللي انتحر. شوفوا انا حيد لك الحين. داي داي ها فهمت دحين. حتى ولو انت من قتله كان سبته بس قلت لي انا انتبه جنجي بيشرد. لا كان لازم تتصرف. نعم تنقذ الموقف. لا لأنك كنت مشغول بالله. الموقف كانوا احصنه كويسين. يلا ندور الناس جديدين. هانزو Where are you? ايش ايش بوم راسه دخل الجدار. المهم شايف ايش ده؟ هذا ده دير رعية. كل يوم حتتعلم تمشي وتتغامر وما له ذلك. لأن أبوك وأمك راحوا في إجازة. إجازة طويلة مرة. رينيجا. ميرسي. I'm sorry for everything. But your mother and father رحلة طويلة مرة. لا انتقل الى رحمة الله. رحمة الله في شو اسمه ذا يعني في مساعدته يعني راحوا ماتوا. تعورك قبلهم. ما ماتوا والله. تعورك قبلهم. تعال معهم. هانزو هذا قبر ابوك قبر امك. انا كمان ما عليك من امك كم شيء. ابوك الله يرحمه مات بسبب شخص. ما عليك من ابوك. خليك مع امك. يوما هي كذا. يوما والله قاعد يهز راسه. يوما لا مستحيل. لا اي هانزو اتجابه ارجع يا ويري. اي هانزو انا قاعد مرسي عقلك. هانزو اوكي الحين بنستكشف قصر لامينغو. والله كل شيء وصل حسبته جولد حبيبي. بسم الله. لا يمون في طريقين. يمين يسار يسار. اوكي سير انا اروح يمين. ايوه هذا غرفة في الفيلم. اي هذه هي. من هنا طلعت. يلا طلع فوق. ايش كان في الطلعة؟ جاكوزي وما له ذلك. ليمون جراب. ايش ده؟ مين انت؟ انا فين حسين؟ لازم يحطني في مزايا زي كذا. انا انت ليه تسيبني بمنازلك او مدري ايه الحال يا اخوي؟ اول شيء مرسيني حاولت تذبحني دحين لما تقدر تذبحني بعدين مين؟ امرت بعلكة؟ كنت بسوي بيبي برا يعني. المهم يلا بس اذا عجبكم المقطع حطوا لايك وتتبوا اكثر وزياده وزياده. اضغطوا زر السبسكرايب ونشوفكم مقاطع الجايه. بيس.